حياكم الله متابعينا ويا هلا فيكم مع شخصية إعلامية سعودية عرفه الجمهور بعد أن أثرى الساحة الشعبية بالعديد من البرامج الإذاعية والتلفزيونية التي تتحدث عن عادات وتقاليد أهل البادية. إنه الإعلامي القدير والشاعر الكبير محمد بن شلاح مطيري رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد. أيها الأخوة، في أثناء جولة البرنامج القصيرة في وادي الفرع التابع لمنطقة المدينة المنورة، نشأت محمد بن شلاح رحمه الله في بادية الشلالحة في منطقة الحرة بين مكة والمدينة. ولادته في عام 1352. درس الابتدائية في مدينة جدة، والتحق بالمتوسطة في مدينة الطائف، والتحق بعد الكفاءة المتوسطة في سلاح الطيران في مدينة جدة، وتعين برتبة رقيب في سلاح الطيران، وأكمل دراسته الثانوية، وعند حصوله على شهادة الثانوية التحق بدورة الضباط المرشحين وتخرج برتبة ملازم أول. أبرز محطة في حياته هو ظهوره عند الملك فيصل بن عبد العزيز رحمه الله في محاورة في الطائف. هذا أول ظهور شعري لوالدي. المملكة الأيام هذه تمر بمرور 100 عام على تأسيس قواعد الحكم السعودي في المملكة العربية السعودية على يدين الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن السعود طيب الله ثراه. من بداية التأسيس اللي مضى على 100 عام، وهي من تطور إلى تطور في كل المجالات، في كل فترة تزيد التطور من البيت الشعر مثل ما بدينا الحديث إلى الفلة إلى تطور الأمور. فوش تحمل في فكرتك عن مرور 100 عام على هذا التأسيس؟ التحق بالإعلام في عام 1377 هجري مع المذيع الكبير مطلق الذيابي رحمه الله. وكان مطلق الذيابي الله يرحمه يسند إلى والدي محمد بن شلاح قراءة الرسائل في البرنامج. في عام 1387 استلم والدي محمد بن شلاح أنطيري برنامج البادية من الأستاذ الكبير مطلق الذيابي رحمهم الله أجمعين. فيحضر البرنامج هو اللي عنده تسجيلات، لأنه كان بيطلع إذاعة وتلفزيون للتسجيل، فيرجع يسمع الإذاعة إيش الفقرات اللي يختارها للبرنامج، لأن إحنا كنا نأخذ 4 حلقات في الشهر، طبعاً برنامج تسجيلي ما هو على الهواء، فنأخذ 4 حلقات ونطلع يوم الجمعة أنا وياه، أمر على البيت أخذه ونأخذ شرطتنا نرجع للإذاعة طبعاً المبنى القديم، نسجل 4 حلقات في يوم واحد، يمكن نأخذنا 4 ساعات 5 ساعات، اختار المقاطع، اختار الشعر أو البيت المجاز، لا فيه ملاحظات عليه ولا شيء. فالحمد لله، يعني حتى حلقاتنا ما قد جتها ملاحظات غير إجازة غير هذا. طبعا تعرف عندنا في الإذاعة عندنا الرقابة، فما قد رجعوا لها أي حلقة، لأنه هو كان رقيب عليها قبل ما تذاع، كان قائد، بس ما كنت تحس أنه يفرض عليك شيء أو حاجة، لا زي ما تقول إيش رأيك يا عبد الله نطلع في القصيدة هذه أو نطلع في الربابة ذي، ما أمرنا شورى على قولهم بيننا وياه. أيها الأخوة، نبدأ لقاءنا بكم هذا مع الشاعر أم رئيس بن سعادة الحارثي بقصيدة يستحق أن يقال لها قصيدة. يا الله يا عالم سجدي ونيتي رب العباد ومجدتي يلتزونها. يا
هم والدي الأول الإصلاح بين الناس، وكان يعني الحمد لله أفراد قبيلتنا وغير قبيلتنا، يعني كان بيتنا كالصولين الآن الأدبية، كان ما شاء الله صالون والدي يجمع كبار الأدباء وكبار الشعراء، وكان مجلس الحل المشاكل، وكان يسعى. يعني أنا أقول لك أبنائه ممكن جاهم بعض الضرر، قد يكون غياب والدي، غياب والدي كان بالأيام مع البرنامج وكضابط بالقوات الجوية وكشيخ قبيلة، وكان معظم أوقاته خارج البيت. يا نمر ما في سكة الباب مصروح ليهبلنا، يا مظنة فؤادي تصلح المخلوق، يا من يستر الروح والف عليها ما تمد اعتمادي. ويا نمر لو المريض السد مسدوح كل النقاس حر ولا برادي. أبغى استعير بيت أو كلمة أو مقالة قالها ولده ماجد، قال محمد بن شلاح فقد الضعف. ففعلا فقد. توفي الشاعر محمد بن شلاح مطيري في يوم الجمعة الموافق 26 من شهر 4 من عام 1426 هجرية. مشاهدينا الكرام، وصلنا بكم إلى ختام هذه اللمحة السريعة عن تفاصيل شخصية هذه الحلقة، الإعلامي والشاعر السعودي الكبير محمد بن شلاح المطيري رحمه الله. إلى الملتقى في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.